نتيجة كويسة وما تدخلناش في مشاكل لا حصر لها. نبتدي على بركة الله علشان ما اطولش على حضراتكم وعلشان وقت الحلقة. بسم الله. اولا قبل ما نجيب الكتاكيت بتاعتنا او قبل ما نجيب الدورة، اول حاجة لازم نعملها وهي تطهير المكان المخصص للتحضين قبل الاستقبال بيومين. بمعنى المكان ده بنبقى مربين فيه طيور قبل كده والكلام ده كله، فبنطهر المكان، بنجيب ديتول لو الديتول غالي مثلا، ممكن كلور، في مواد بيدولك بتوع المنظفات، تلاقي عند بتوع المنظفات، بترش المكان، بتعقم المكان كويس وتطهره كويس وتقفله لمدة يوم، ولو يومين او يستحسن يوم، تطهر المكان كويس قبل الفراخ ما قبل ما تجيب الكتاكيت. بعد ما بتطهر المكان كويس تمام التمام وتأكد المكان تنظيف، ما فيش اي حشرات، ما فيش اي بكتيريا، والمكان تمام التمام، دي اول حاجة. تاني حاجة الفرشة، والفرشة دي بتبقى مهمة طبعا، وتبقى حاجة مهمة. بنعمل ايه؟ نفرش الاول مشمع او شكاير في الارضية، يستحسن لو ما فيش مشمع او شكاير عادي مش مشكلة، بس هو الافضل نفرش مشمع او شكاير عشان لما نيجي نشيل الفرشة بعد كده ما تبقاش سايبة اثر في المكان وتتعبنا في التطهير والكلام ده كله. هنفرش مشمع او شكاير اي حاجة على الارضية، ونحط فوقيها نشارة خشنة، نشارة خشنة عليها لو متوفرة عندك النشارة، مش متوفرة النشارة يبقى مثلا لو عندك تبن، بس يستحسن بلاش تبن القمح، في تبن تاني، بس هو الأفضل يعني النشارة، يعني الأفضل خليك في النشارة. تفرش الفرشة بارتفاع 5 سنتي مش أكتر يعني، عشان برضو الكتاكيت تبقى جاية صغيرة وبتاع عشان ما تبهدلش. ثانيا التدفئة، التدفئة الكلام ده كله اللي انا بتكلم فيه، احنا لسه ما جبناش الكتاكيت، الكلام بقول قبل ما نجيب الكتاكيت، الكلام ده كله هنعمله قبل ما تيجي الكتاكيت، ويفضل قبل ما تيجي بيوم يكون الكلام اللي انا بتكلم فيه ده كله يكون خالص. ثانيا التدفئة، المكان قبل استقبال الكتاكيت ب5 ساعات، يعني تدفئة المكان، ندفي المكان على درجة حرارة 34، لان الكتاكيت بتبقى جاية من الفجاسة بتبقى هي في درجة حرارة 37، تبقى جاية في درجة على ما بتبقى في العربية او على ما بتجيلك او بتجيبها انت من التاجر والكلام ده كله، هي بتبقى في الفجاسة على درجة حرارة 37، طلعها ل 36 35 على ما بتطلع. تيجي عندك انت بتخلي درجة الحرارة 34 34 ونص 35، بس ما ينفعش تنزل عن 34، اهم حاجة تكون درجة الحرارة 34. انا بأكد يا جماعة ما ينفعش نقلل درجة الحرارة اول ما تيجي الكتاكيت، لازم تيجي في المكان يكون في درجة حرارة 34. يبقى زي ما قلت لحضراتكم درجة الحرارة 34 لحد 35، ما نقللش عن 34 وما نزودش عن 35. رابعا وديت الفرشة، الفرشة بتاع الفراخ، الفرشة ديت ممكن نجيب نشارة ونحطها على طول، بس هو يستحسن ان نجيب غطا اللي هو حاجة تحت الفرشة، مثلا كيس مشمع، شكاير، نفرشها تحت الفرشة علشان لما نيجي نشيل الفرشة بعد كده ما تبقاش سايبة اثر في الارض وتتعبنا في التطهير والتنظيف والكلام ده كله. فيستحسن نجيب نفرش شكاير مشمع او زي ما قلت حركة، او الاكياس حتى الفايده اللي هي بتاع العلف دي نفتحها ونفرشها تحتها، اللي هي الاكياس الفاضيه بتاع الدوره اللي فاتت بتاع العلف، ونقطعها ونفتحها ونفرشها تحتهم وتحت على الارض، ونحط بقى فوقيهم اللي هي النشاره. في ناس بتحط تبن وهو عادي يعني بيمشي التبن والكلام ده كله، بس انا بفضل النشاره احسن، لان بتبقى بتمتص الحاجات اللي بتاع الفراخ يعني احسن في الامتصاص، يعني ما بتبص بسرعة زي التبن يعني. فهنفرش النشارة بارتفاع 5 سنتي، يعني من 4 سنتي 5 سنتي ارتفاع النشارة، وتمام كده احنا فرشنا الفرشة. احنا كده انا بقول لحضراتكم الكلام ده قبل الكتاكيت ما تيجي طبعا. خلاص احنا كده عملنا فرشنا الفرشة تمام التمام، وعملنا الارتفاع 5 سنتي تمام،
نيجي بقى لدوري بقى، خلاص الفراخ كده خلاص قبل ما تيجي بقى الكتاكيت ب5 ساعات، احنا الكلام ده عملناه وقلنا ده كله جهزناه تمام قبل ما تيجي الفراخ بيوم، قبل ما تيجي الكتاكيت بيوم. قبل ما تيجي الكتاكيت بقى بحوالي 5 ساعات، لازم تكون درجة حرارة المكان، لازم تكون درجة حرارة المكان زي ما قلنا حضراتكم 34 زي ما اتفقنا تمام. فقبل ما تيجي الكتاكيت ب5 ساعات بنحضر لهم، نبتدي نحضر لهم المية اللي هي السقايات، مش العلف، لا السقايات، احنا مش هنحط علف في العلف دلوقتي، ده بعدين. هنبتدي قبل ما تيجي الكتاكيت ب5 ساعات هنجهز السقايات بتاعتنا، ونجيب فلاجين اللي هو بتاع الأطفال ده، فلاجين اللي بتاع الأطفال هو أو محلول جفاف يعني، بس هو يستحسن الفلاجين بيبقى أنضف وبيبقى أحسن يعني. فبنجيب الفلاجين بتاع الأطفال، نجيب بقى معلقتين مثلا او نملى بالغطا مثلا غطيين لكل 2 لتر ميه، يعني هنجيب 2 لتر ميه، لو السقايه بتاعتي 2 لتر مثلا هديها مثلا غطيين ميه، السقايه بتاعتي 4 لتر هديها 4 غطيان ميه او 4 معالق ميه، 4 معالق فلاجين، واسيب الميه الكلام ده قبل الكتاكيت ما تيجي ب5 ساعات عشان الميه تاخد درجه الحراره بتاعه المكان، عشان ما يجوش مثلا يلاقوا الميه تبقى الميه ساقعه عليهم او الكلام ده كله، ف بالتالي بتضرهم. لا، نخلي درجه تبقى درجه الميه في نفس درجه الحراره بتاع المكان نفسها، اللي درجه الحراره زي ما قلت لحضراتكم 34. الكلام ده الفلاجين والميه ده ما يقعدش قدام الكتاكيت اكتر من 8 ساعات، يبقى ما عندهمش العلف ولا عندهم، هو عندهم الميه اللي متضاف عليها الفلاجين لمده 8 ساعات يشربوا منها لمده 8 ساعات، بعد كده خلاص تتشال وتترمي، ما ينفعش تقعد تاني، خلاص تتشال الميه وتترمي. وبنعمل ايه؟ نجيب ميه تانية نظيفه ماشي، ونضيف عليها عسل اسود، بمعنى يعني هنجيب الميه وكل 2 لتر ميه عليهم معلقتين برضو نفس الكلام، معلقتين عسل اسود، عندك السقاية 4 لتر 4 معالق عسل اسود نفس الطريقة. دول يقعدوا قد ايه؟ يقعدوا 12 ساعة مع العلف بقى. هنا بقى بعد 8 ساعات اللي هو الفلاجين، المية بالفلاجين خلاص، دول ما كانش بيبقى فيش علف خالص، بس بعد لما اخش بقى في ال 12 ساعة التانية دي بنحط المية عليها العسل الاسود، ونحط بقى نبتدي نحط العلف. العلف بقى نحطه في اطباق او في علافات صغيرة، المهم ان هم يكونوا الكتاكيت تقدر تاكل ومفيش، ما تبقاش في حاجه بتعوقها في الاكل وتقدر تاكل، سواء في اطباق او في علافات صغيره. بنحط العلف، بيكون علف بتركيز، وده طبعا كان خامسا، بيبقى علف تركيز 23%، علف تركيز 23% بروتين. بس هنعمل ايه بقى المره دي؟ هنضيف على العلف او على الاطباق، اللي هو لو كان العلف في اطباق او في العلافات هنضيف عليهم معلقه واحده حبه البركه ومعلقه سمسم لكل كيلو علف، يعني كل كيلو علف انا مثلا الاطباق اجمع اخلط انا عليهم كده قبل ما احطهم في العلافات، جبت احط 2 كيلو 3 كيلو حسب كميه الفراخ او الكتاكيت اللي عندي، معلقه لكل كيلو، معلقه حبه البركه ومعلقه سمسم، وخلطهم في بعض وابتدي احطهم في الاطباق بتاعتي او العلافات على حسب ما انا مجهز لهم الحاجه اللي هياكلوا منها. سادسا، المكان. طيب انا دلوقتي احط مثلا اجيب الكتاكيت احطهم كلهم في اوضه، طب وانا عندي جايب 100 كتكوت احطهم في مساحه قد ايه، او طب ايه المساحه المناسبه للكتاكيت دي؟ دي برضو حاجه بتبقى مهمه جدا. كل متر مربع بياخد 40 كتكوت، يعني انا مثلا لو جايب 80 كتكوت مثلا، جايب 100 كتكوت يبقى خد لهم مثلا 3 متر مثلا، مترين ونص مربع، يعني مثلا حتى لو العنبر عندي كبير لا بحاول احط حاجة تحجز الكتاكيت ديت في المساحة قد كده، يبقى المتر مربع لأربعين كتكوت، أنا عندي 40 كتكوت أحطهم في مكان مساحته متر مربع، عشان ما لو عملت المكان كبير سبتهم في العنبر كله، أو المكان كبير هيتوزعوا ويتبهدلوا وهيبعدوا عن السقايات والعلافات والكلام ده كله، ولو ضيقت عليهم المكان بالتالي هيتلموا على بعض وبتاع وهيموتوا بعض.
فانا بخلي المكان مناسب، يعني المكان اللي هو اللي كبير ولا هو صغير، بجمع بقى بشوف عندي الكتاكيت قد ايه وبحسب لهم المكان. بالنسبة للسقايات مثلا والعلافات نفس الطريقة، مثلا كل متر بيبقى علافة وسقاية. يعني مثلا انا عندي جايب 200 كتكوت، كلام بشوفه يعني كل متر مربع بحط فيه علافة وسقاية. اصبحنا يبقى 40 كتكوت ياخدوا متر مربع وعلافة وسقاية. ده كان بالنسبة لاستقبال الكتاكيت في أول يوم. وإن شاء الله لو مشيت على الخطوات دي بانتظام وحافظت عليها، إن شاء الله الدورة هتكمل معاك زي الفل إن شاء الله بإذن الله. وحاول تحافظ على الدورة، لأن ده أهم حاجة. هو أول يوم ده أهم حاجة في استقبال الكتاكيت، هو ده اللي بيتبنى عليه، بيبتدي الكتكوت يطلع معاك بصحة جيدة وتمام التمام. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك وتدعمنا في اللايك، وتدعمنا باللايك. ولو عندك اي استفسار او تعليق اكتبه في كومنت، وان شاء الله ارد على حضراتكم باذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.